شيع بموكب جنائزي مهيب في وادي عبيدة بمحافظة مأرب جثمان المناضل الوطني الشيخ محسن بن علي بن معيدي عضو مجلس الشورى إلى مثواه الأخير، حيث بوري جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة الحزمة عقب أداء الصلاة على روحه الطاهرة في مسقط رأسه بمنطقة المكراب وادي عبيدة. وتقدم المشيعون عدد كبير من المسؤولين والشخصيات الوطنية والاجتماعية والمشائخ والأعيان وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وجموع غفيرة من المواطنين الذين توافدوا من محافظات الجمهورية للمشاركة في توديع هذه الهامة الوطنية بعد مسيرة حافلة بالنضال الوطني. والله الشيخ محسن بن علي بن معالي الشيخ بن حسين بن معالي لا نستطيع أن نشرح مناقبه. هو رجل عظيم، رجل وطني، هامة كبيرة، أسهم في الثورة 26 من سبتمبر وفي بناء الجمهورية العربية اليمنية آنذاك، وله مواقف لا نستطيع اللسان أن يعبر عنها، ولكن سنشرح بعضها. أرسى دعائم الوحدة والديمقراطية وحل المشاكل فيما بين القبائل، ساهم في بناء الدولة لعدة حكومات متداولة. الشيخ محسن بن علي أثر لنا إرث عظيم، وهو الترفع عن الصغائر ويأبى للضيم، وساهم مساهمة كبيرة في بناء الوطن، وله بصمات عظيمة لا يستطيع الشخص أن يعبر عنها. فنحن نقول رحم الله الشيخ محسن بن علي بن معالي، ونحن باسم قيادة وقواعد فرع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني محافظة مأرب نقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم في نقل جثمان أو حضور عزاء الشيخ محسن بن علي بن معالي من محافظات الجمهورية، ونقول لهم ألف شكر وجزاكم الله خير. نعزي أنفسنا ونعزي أسرة الفقيد ونعزي اليمن عموما في رحيل الشيخ محسن بن علي بن معالي. هذا الشيخ الذي كان يمتلك الصفات الكثيرة والتي كلما تجتمع لأحد من الشجاعة والحكمة والتواضع، وكان رحيله في هذا الظرف الصعب الذي اليمن بحاجة إليه، ودليل حب الناس لهذا الشيخ هذا الحضور والذي يمثل محبة الناس لهذا الشيخ. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعوض البلاد والعباد بخير. نعزي أسرة الفقيد الشيخ محسن بن علي بن معالي، ونعزي مأرب عموما، ونعزي اليمن كذلك في هذا الهامة الوطنية التي فقدها اليمن، الذي فقد الحكمة وفقد العقل وفقد المنطق وفقد التواضع. حقيقة هذا الشيخ قليل في حقه ما نتكلم به ولا نقدر نوفي حقه. باسمي وباسم المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء، أعضاء اللجنة العامة وأعضاء اللجنة الدائمة وقيادات المؤتمر الشعبي العام في محافظة صنعاء، نعزي عيال محسن بن علي بن معيلي وعبيدة وكل محافظة مأرب في رحيل الشيخ محسن بن علي بن معيلي. ونقول أنه هذا رجل زعيم من زعماء اليمن وشيخ مشايخ مأرب، والرجل هذا رجل عظيم، رجل له كل الصفات الحميدة وكل الرجالة الطيبة، وكان يحل كل مشاكل في 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 اليمن في مأرب. في هذا اليوم وفاة الشيخ الوالد محسن بن علي بن معيلي من أكبر رموز ومناضلين وأحرار اليمن رحمة الله عليه، وهو له تاريخ كبير ولن يساوم في الثوابت الوطنية رحمه الله. نحن علاقتنا أبا عن جد بينه وبين أهلنا، وكان المناصر والداعم للأحرار والمناضلين في الجنوب ضد الاستعمار والمحتل البريطاني رحمة الله.